اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا واستقبل ضيفي الكبير. ضيفي الكبير الاستاذ من الاساتذه اللي دائما بنتعلم منهم حاجات مهمه جدا. اول حاجه الدكتور ياسر ايوب من الاساتذه في كتابه المقالات اللي دايما تحس ان فيها حاجه بره الصندوق، في فكر جديد، بتقرا بتاخد معلومه، بتقرا بتستفاد بشيء، بتقرا بتطلع على الدول في مستوى المجالات على مستوى انحاء العالم. فدائم ان انت مش هتقرا حاجه او مش هتتبع حاجه هو بيكتبها، وده صراحه مش عشان هو موجود معايا، ولكن دائما بتستفاد منه بالمعلومه الجديده. برحب بضيفي الكبير دكتور ياسر ايوب، يعني شرف ليا ان حضرتك تكون معايا النهارده ومنور قناه النادي. لا، وهو شرف لاي حد انه يبقى على شاشه الاهلي ويخاطب جمهور الاهلي، وبالذات مع حضرتك، ويعني انا مؤكد احترامي ليك واعتزازي كمان. يا شرف ليا يا فندم. دكتور ياسر، في بدايه الامر طبعا هبتدي ابارك لك، مبروك النادي الاهلي السنه دي موسم استثنائي، تصدر بطوله الدوري العام قبل انتهائه باربع اسابيع، اضافه لبطوله كاس مصر. ما شاء الله النادي الاهلي بياخدوا خطوات مهمه ومدروسه، وما هي السهله في دوري ابطال افريقيا الوصول لدور الثمانيه. ما شاء الله، مبروك دوري وكاس يا دكتور ياسر. الله يبارك فيك ويبارك لجمهور الاهلي وعلى جمهور الاهلي وعلى اداره واعضاء النادي الاهلي الكاس والدوري ونتائج الكوره، وان شاء الله نكسب الترجي ونواصل مشوارنا الافريقي. وعايز اقول لحضرتك انه احنا واخدين دوري وكاس السنه دي في كره القدم، وعاملين سبع بطولات افريقيه في الالعاب الاخرى في اربع لعبات. نعم، سبع بطولات إفريقية، ثلاثة في كرة اليد وواحدة في الكرة الطايرة وواحدة في كرة السلة واثنين في تنس الطاولة، ومفيش نادي في العالم هذا الموسم خد سبع بطولات قارية في موسم واحد في أكتر من لعبة، وإن شاء الله يبقوا ثمانية ببطولة أفريقيا أو دوري الأبطال الأفريقي. الصراحة في طفرة حدثت في الألعاب الأخرى، ابتدى النادي الأهلي يعود مرة في كرة تانية. القدم أيضا دعم. يعني 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 مش طفرة، لا يعني استعادت كرة النادي الأهلي سابق مكانتها وانتصاراتها واستقرارها، وأعتقد إنه الكأس اللي بقاله 10 سنين غائب عاد الى الجزيره مره. بس الموسم لم يكن سهلا دكتور ياسر، يعني كما اظهر البعض ان سهل ان الدوري الاهلي ياخد الدوري، سهل ان الاهلي ياخد الكاس، واستعرضنا مع حضرات مع كل المشاهدين مشوار النادي الاهلي تدريجيا. موسم كان صعب جدا، لم يكن بالسهل النادي الاهلي يسيطر على البطوله، ولكن القيادة الفنية الكابتن حسين البدري ودعم مجلس الإدارة في الصفقات وإدارة المنظومة أدت إلى المنظر اللي حضراتنا كل الناس شايفاه دلوقتي، ما شاء الله التتويج ببطولة الدوري والكاس. يعني العملية كانت عملية جماعية تضافرت فيها جهود كثيرة جدا، وأنا دايما بحب يعني أنسب الفضل الأول دائما طبعا بعد الله سبحانه وتعالى لجمهور النادي الأهلي ومساندته، ثم للعيبه وجهازهم الفني بقياده كابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ والاداره المستقره ومجلس الاداره الذي اللي بيوفر المناخ وبيوفر الهدوء، وما شفناش مجلس الاداره يعني تدخل في اي شيء، وكانت الفريق له استقلاليته وله استقراره وله رؤيته التي يجب الحفاظ عليها، فكانت النتيجة هي أن تأتي البطولات لمن يستحقها ولمن سعى إليها. طب دكتور ياسر، كيف رأيت انتقاد النادي الأهلي منذ بداية الموسم؟ يعني النادي الأهلي ابتدى الموسم بفوز على الإسماعيلي، ثم فاز في خلال مشواره على المقصة المنافس المباشر، الزمالك المنافس التقليدي، سموحة المصري، وكان النادي الأهلي بينتقد انتقاد شديد. كيف رأيت هذه الاتهامات؟ هي هتظل الاتهامات قائمة والانتقادات هتظل قائمة، لأنه أحيانا النادي الأهلي يصبح يعني فوق طاقة الاحتمال العادي، يعني إنه فريق يفوز أحيانا في أو غالبا في اللحظات الأخيرة، فريق يفوز حينما يتوقع له الجميع أن يخسر، فريق يعاند ويظل حتى اللحظة الأخيرة يبحث عن حقوقه وعن فرحته وعن انتصاره، فده شيء ممكن ان يثير البعض، يعني انه يعني ماتش نهائي الكاس اعتقد انه كان في كثيرين بداوا يستعدوا للاحتفال بهزيمه الاهلي، ولكن الاهلي هو الذي احتفل في النهايه.
فده شيء طبيعي. انا شايف انه هذه الانتقادات وهذا الغم زي ما قيل انه الاهلي دائما يكسب بالحكام وانه الحكام هم اللي بيمنحوا البطولات للنادي الاهلي، فعشان كده انا سعيد جدا انه النادي الاهلي يطلب حكام اجانب لنهائي الكاس حتى لا يقال وكان سيقال ان الاهلي خد الكاس بالتحكيم. فالحمد لله احنا لا نفوز لا بالتحكيم ولا بالحظ ولا باي اشياء اخرى غير اقدام لاعبينا في الملعب وقلوب جماهيرنا في كل مكان في العالم. طيب انا موسم لا ينتهي اكثر من 335 يوم، الموسم لا يتوقف، النادي الاهلي عليه ضغوط شديده جدا، بطوله دوري عام صعبه جدا، بطوله كاس مصر صعبه جدا، مشاركه في البطوله العربيه لاسباب وطنيه واسباب كثيره جدا، مصر تحتضن العرب ولا يمكن ان مصر تحتضن العرب دون مشاركه النادي الاهلي. كل يعني كل هذه الصعوبات التي واجهت النادي الاهلي خلال هذا الموسم صراحه يعني انا دائم الاشاده بانيس الشعلالي محطه الاحمال. طبعا الراجل ده السنه دي ده نجم مجهول، ده نجم مجهول يعني ما عندوش اضواء كثيره جدا لانه هو عامل فرق مع لاعبي النادي الاهلي ومع فريق النادي الاهلي، وانه النادي الاهلي بيقدر يلعب لغايه الدقيقه 121 بلياقته المعتاده ويقدر لعبته تواصل عطائها وكده، وفي حين ان الاخرين ممكن لياقتهم تقل. فاعتقد هنا ده في بطل او فارس مجهول يجب ان ينسب له الفضل الذي يستحقه. يعني دكتور ياسر، هل يحدث في العالم ان الموسم يفضل يعني هذه المده الطويله دون اي توقف ودون اي راحات؟ وانا شايف ان سؤال حضرتك دوت ده سؤال مستفز زي انتقادات اللي بتقال على النادي الاهلي، لانه هو في ايه في مصر طبيعي عشان نتحدث عما هو غير طبيعي؟ يعني كل حاجه عندنا ما بتحصلش في العالم، يعني كل حاجه عندنا، يعني ما مش حكايه الموسم الطويل او الموسم الممتد او الموسم الذي لا ينتهي، كل حاجه عندنا بتبقى غير، احنا بنلعب غير منطقيه وبنشتغل في حاجه ثانيه وعايشين في منطقه ثانيه غير العالم. العالم احنا اكتفينا ان احنا نتفرج عليه تلفزيونيا، لكن واقعنا ده شيء اخر، ما بناخدش المطلوب. طب دكتور ياسر، من الطبيعي النادي الاهلي في بدايه السيزون ممكن ينتقد حتى وان كان يكسب وان كان متصدر لبطوله الدوري، ولكن بعد بطوله الدوري ابتدت الانتقادات وابتدت الاتهامات واللعيبه اللي ما بتلعبش ليه، واللعيبه الكبيره والمشاكل، وده راح يسخن ما سخنش، وده عمل مشكله في اوضه اللبس، والكلام ده كله طلع بعيد تماما عن الصحه. كيف رايت هذه الاتهامات بعد تتويج النادي الاهلي بالثنائيه واستمرت نفس المنهج الاتهامات والانتقادات؟ بص، في اصوات لن ترضى وفي اصوات لن تقبل باي اقرار لبطوله او انتصار للنادي الاهلي، وفي ناس كانت معتقده اشياء خاطئه ثم تبين لها الصواب وتراجعت عما كانت تزعم، وده هيظل وضع قائم طول الوقت، مش مع النادي الاهلي بس، مع اي حد، لانه مساله رضاء الجميع عنك او مساله قبول الجميع بك ده امر مستحيل على كل المستويات وبكل الزوايا. ففي ناس مش هترضى عن النادي الاهلي ولن تقبل النادي الاهلي وستظل تخترع اسباب ودوافع غير حقيقيه تفسر انتصارات وبطولات النادي الاهلي، ده واقع يعني. بس يعني يا دكتور ياسر، البعض كان يقول كابتن حسام البدري مدرب فاشل، ده في ما عملش التغييره الفلانيه، وفي الاخر كابتن حسام البدري بينجح وبياخد البطولات. مجلس الاداره مجلس فاشل، ده ما فيش صفقه جديده النادي الاهلي عملها، والنادي الاهلي بيعمل صفقات اللي هو بيحتاجها، وبنلاقي ان الصفقات دي النادي الاهلي بيحتاجها في التوقيت المناسب في اراحه اللعيبه ودخولهم مره اخرى الى الاجواء مع كابتن حسام البدري عشان يوازن اللعيبه الحمل في نهايه الموسم، وايضا بنلاقي ده يعني في تربص غير منطقي، يعني الوضع العام النادي الاهلي يفوز بالدوري والكاس، اذا النادي الاهلي هو الافضل، ولكن طبعا الانتقادات تظل بنفس المنوال بالفشل وانتساب الفشل لكابتن حسام البدري والمجلس الاداري. تعال نحسبها بهدوء، ما هو المطلوب من مجلس إدارة أي نادي يلعب فريقه
كرة القدم. الدعم المادي، انه يبقى معاه فلوس يقدر يشتري اي لعيب النادي محتاجه. نعم. يوفر الاستقرار لهذا الجهاز الفني والجهاز الاداري، يوفر مناخ هادئ للاعبين، اللاعبين تتقاضى حقوقها، كل الناس كل واحد عارف حقوقه وعارف واجباته وعارف التزاماته، ومفيش لا فوضى ولا عبث ولا يعني اتهامات لاي احد، كله عارف مكانه وعارف موقعه وعارف المطلوب منه. ده بالنسبه لمجلس الاداره، واعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي حقق كل ذلك، سواء المادة الجانب المادي او الجانب النفسي والاستقرار والهدوء. ايه المطلوب من مدير فني لفريق يشارك في بطولتي دوري وكأس فيأخذهما بدون هزيمة؟ متى يصبح هذا المدير الفني ناجحا في رأي هؤلاء؟ او الافضل، يعني أو من هو الافضل ان كان عندي مدير فني يشارك في بطولة دوري الطويلة جدا ويفوز ببطولة الدوري قبل نهايتها بست أو سبع أسابيع ودون هزيمة، وحتى بعدما ضمن الفوز ببطولة الدوري وبدأ يشرك لاعبين آخرين أيضا بلا هزيمة، ثم يفوز ببطولة الكأس بلا هزيمة، ثم يواصل مشواره الأفريقي؟ يعني طب إيه المطلوب من كابتن حسام البدري أكثر من ذلك حتى يعترف هؤلاء بقدرة ونجاح حسام البدري؟ طب دكتور ياسر، هل اصبح التقييم مبني على مبدا الحب والكره؟ يعني انا بحب كابتن حسام البدري اذا هو الافضل، وانا لا احب كابتن حسام البدري اذا فهو مدرب غير ناجح؟ في بعض الاحيان او معظم الاحيان بيكون التقييم شخصي ووفق المزاج والهوى، يعني وزي ما بقول لحضرتك هو مش قضيه حسام البدري او مجلس اداره فقط، يعني هو بشكل عام احنا بقينا كمجتمع نحاول أو بنحب تغييب المنطق وتغييب العقل ونحكم ونصدر أحكامنا وفق المزاج والهوى. يعني إحنا دكتور ياسر في 2017 مستوى التعليم أصبح أفضل، مستوى الوعي، مستوى الثقافة، كل الآن داخل على الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعي، مفيش خبر في العالم بيخفى عن أي شيء، مفيش حد يقدر يخبي أي حاجة لو. نعم بالتأكيد. وهل سنظل، وخاصة من الناحية الإعلامية وبعض الإعلاميين اللي برضو شايفين أن التقييم يقاس بمقياس الحب والكره، سواء على مدرب بيحقق إنجازات أو مجلس إدارة ماشي بالنادي في طريق صحيح؟ بص أنا هقول لحضرتك، هو في أمور تحتمل وجهات النظر، وفي أمور تحتمل إن إحنا نختلف، وأمور تحتمل إنك تفكر بشكل مختلف عن اللي أنا بفكر فيه، وفي أمور أخرى ما تحتملش هذا الخلاف. وانا استاذن حضرتك ان انا ادخل بيك في مساله اللائحه مثلا. لو انا جاي لحضرتك النهارده نتكلم عن انتخابات، فده امر يحتمل ان تكون هناك اكثر من وجهه نظر واكثر من راي واكثر من موقف واكثر من اختيار، مع احترامي لكل الاراء بالمناسبه، ومش معنى انه اكون مع حد انه مش من حق حد اخر يكون مع حد تاني. يعني ده لو احنا جايين نتكلم انتخابات، لكن انا جاي لحضرتك اتكلم عن مثلا عن لائحة النادي الاهلي. لا يقبل وجهات النظر ولا يقبل الاختلاف عليه ممن ينتمون للنادي الاهلي. وهقول لحضرتك، يعني تقصد ان لو في وجهة نظر مختلفة هي في مصلحة ان انا اعدل داخل اللائحة الخاصة للنادي؟ لانه انا هشرح لحضرتك قصدي ايه. من كام سنة وأيام مجلس الكابتن حسن حمدي الذي يعني أحترمه كثيرا، الكل يحترمه. الكل يحترمه، كان يرؤس النادي الأهلي. النادي الأهلي من سنة 1907 كان واخد أرض الجزيرة بإيجار رمزي. نعم. وفجأة بعد كل هذه السنين قرر محافظ سابق للقاهرة أنه لأ، الأهلي مش من حقه هذه الأرض، ويجب أن يدفع ملايين كل سنة إيجارا لأرضه في الجزيرة. والنادي الأهلي حاول وشرح أنه هو قلعة رياضية، هو مش واخد الأرض دي، لا بنى مول ولا بنى فيلل بحة للناس، مش موضوع استثماري، ده موضوع رياضي. الأهلي وأعطى مقابل هذه الأرض أبطال ونجوم لا أول لهم ولا آخر في كل اللعبات، وجاء بانتصارات وأفراح لمصر كلها، سواء لكن في النادي الأهلي وفي المنتخبات، لكن لم يصغي
هذا المحافظ لكل ما قاله النادي الاهلي. وبلغ الامر العناد انه فكر ان يرسل الاوناش والكراكات الى الجزيره علشان يهدوا اسوار النادي الاهلي في الجزيره. قلبه جامد قوي يا دكتور ياسر. انا عايز اقول لحضرتك دي حكايه انا كنت شاهد عليها، انه اشد المختلفين مع الكابتن حسن حمدي، اشد المختلفين اللي بينهم حروب وصراعات، قالوا انه لو المحافظ قرر دوت كله هيجي وهيقفوا جنب حسن حمدي ومحمود الخطيب مع حفظ الالقاب كلها، وهيقفوا حوالين سور النادي الاهلي زي مسلسل الرايه البيضاء بتاع الاستاذ اسامة قمر وكاشع، حمايه للنادي الاهلي وحفاظا على النادي الاهلي. عشان كده دايما الاهلي فوق الجميع. هو ده المقصود، الاهلي فوق الجميع، مش فوق القانون، مش فوق الدوله، مش فوق الحق، لكن مصلحه الاهلي اهم من اي مصالح او مكاسب لاي من ابنائه. عايز انا شرحت الحكايه دي عشان اعود بيك الى مساله اللائحه. الاهلي من حقه ان تكون له لائحته الخاصه. وانا مش شايف انه الامر، لانه في بعض الاراء طلعت اوعوا تروحوا للجمعيه الخاصه باللائحه، اوعوا تقبلوا هذه اللائحه والا سيكون ذلك خرابا على النادي الاهلي. يعني خرابا استنادا الى 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 ما؟ انا ما اعرفش استنادا الى ايه. بالمناسبه لائحه 2017 هي نفسها باستثناءات قليله جدا لائحه 2014 اللي اعدها كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق ومجلس اداره استاذ خالد مرتجي استاذ خالد درهمدلي، والذي حارب كابتن حسن حمدي لاقرار هذه اللائحه ولكنه اصطدم بحاجز القانون. كان وقتها القانون لا يسمح للانديه بان تصيغ لوائحها الخاصه، وهي لائحه موحده يجري تطبيقها بالقوه على كل الانديه. لكن كابتن حسن حمدي حاول، الاهلي يحاول دائما ان تكون له لائحته الخاصه، لانه باختصار شديد الاهلي تاسس 1907، في فبراير 1908 كانت له لائحته الخاصه قبل انشاء اللجنه الاولمبيه وقبل انشاء وزاره الاهلي الرياضة. عمل لائحته 1908، اللجنه الاولمبيه تاسست 1910، الحكومه بدات تهتم بالرياضه 1920. الاهلي من 1908 وهو عامل لائحته الخاصه. بالمناسبه الاهلي عنده ميزه انا قلتها مره واحده قبل كده، الاهلي هو اول نادي في مصر يسبق تكوينه ان تكون له جمعيه عموميه. يعني الاهلي له جمعيه عموميه، اول نادي له جمعيه عموميه. فلهذه اللائحه التي يقال عنها انها لتخريب النادي الاهلي، هي نفسها اللائحة التي كنا كلنا ندافع عنها وعن حق حسن حمدي في أن تكون الأهلي لائحته، فش أي تغيير غير بند الثماني سنوات اللي اتشال، لكن غير كده هي نفس اللائحة، حتى بشرط المؤهل، بشرط الخدمة العسكرية، بشرط الجنسية المصرية، لا هي نفس المواد، لأنه الذي وضع لائحة 2014 أبناء للأهلي يحبون الأهلي ويخافون عليه، والذي وضع لائحة 2017 أبناء للأهلي يحبون الأهلي ويخافون طب عليه. طب دكتور ياسر، أنا كعضو جمعية عمومية وما عنديش أي فكرة عن اللائحة، وعندي مشكلة أيديولوجية مع مجلس الإدارة. إيه اللي يمنعني إن أنا أروح وأطلع وأشوف إيه هي بنود هذه اللائحة؟ ولو عندي اي تحفظ ابدي تحفظي واقول ان يا جماعه الكلام دوت مش في مصلحه النادي الاهلي سواء اي بند من البنود، ايه اللي يمنعني ان انا انا مش معترض ان يبقى عندك مشكله مع مجلس الاداره، مش حابب مجلس الاداره، مش مقتنع بمجلس الاداره، بس احنا ما بنتكلمش انتخابات، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. وعن حق النادي الاهلي وعن مكانه النادي الاهلي. يعني لازم نفرق بين أمر يحتمل وجهات النظر ويحتمل الاختلافات في الاختيار، وأمر لا يحتمل هذا الاختلاف. يعني أنا لما أجي أتكلم عن الانتخابات في 100 مرشح وأنا من حق أختار واحد من المية، وأنت حق تختار واحد تاني، واللي أنا أختاره ما يعجبش 10، يعني كل ده وارد، وكلنا ممكن نختلف بشرط الحفاظ على قيم ومبادئ إنه
بدون إهانة، بدون اتهامات كاذبة، بدون سخرية، بدون شتيمة أو بدون أي خروج على النص، بدون التعرض بالسوء. لكن كل الحقوق مشروعة للجميع، أن يختاروا من يشاء وأن يساندوا من يشاء وأن يقفوا من يشاء. يعني ده حاجة بديهية، لكن أنا هنا بتكلم على حق النادي الأهلي. يعني النادي الأهلي من حقه أن تكون له لائحته، لأن أنا برضو قريت أو سمعت اتهامات أنه هو فيها ايه لما النادي الاهلي يقبل باللائحه الاسترشاديه؟ هو الاهلي عامل المشكله ليه؟ والاهلي عامل الازمه ليه؟ ده كان ده بيتردد كتير. الموضوع مهم جدا. هو ايه هي موضوع اللائحه الاسترشاديه؟ وهل هي استرشاديه ولا هي الزاميه؟ اللائحه استرشاديه ويقال عنها انها استرشاديه في حين ان المراد ان تصبح لائحه الزاميه. يعني الأندية ذات القيمة يعني الكبيرة، يعني أنا كل الاحترام والتقدير لكل الأندية في مصر، ولكن أنا ما أقدرش أطبق لائحة على بعض الأندية اللي أكبر يعني طموحاتها أنها تشارك مثلا في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة، والنادي الأهلي اللي بيشارك في أبطال أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا ودوري وكاس، وبيذهب إلى في بعض الأوقات إلى كأس العالم في اليابان. هل من الطبيعي ان انا لم اخذ راي او استشاره او ما يناسب الانديه الكبيره في وضع اللائحه الاسترشاديه؟ ده هو مش بس غير مناسب الا تاخذ راي هذه الانديه الكبيره، ده انت حتى تاخذ راي الانديه الصغيره ايضا. يعني الاهلي يجب ان يقول رايه، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، الاتحاد باعتبارهم أكبر أندية كرة قدم في مصر وعندهم شعبية رؤى وعندهم جماهير وعندهم شعبية ضخمة. أيضا نادي الجزيرة، نادي سبورتنج، نادي المعادي، نادي هليوبلس، نادي الصيد، يجب أن يكون لهم رأي. الأندية التي في الصعيد وتعيش واقع مر وأليم وعندها مشاكل وعندها عراقيل وعندها لها مطالب، يجب ان يسمع رايها. وانديه سينا، انديه الدلتا، انديه في انديه في القرى، في انديه في المدن. يعني انت عشان تعمل لائحه الانديه يعني لازم تسمع الاراء. هذه اللائحه لا يمكن ان تصاغ في اوضه مقفوله وبدون مشاركه كل هؤلاء. يعني انا كنت اتمنى مثلا وهم بيعملوا لائحه، او كنت اتمنى تطبيق معنى كلمه استرشاديه، بمعنى ان انت تيجي تقول لي شروط الترشيح، انا حاطط لك 10 شروط، اختار اللي انت عايزه منها وتبقى هو ده في لائحتك. عامل مجلس الاداره ما يقلش عن 7، ما يزيدش عن 14، فبحيث ان انت تختار. يعني كان ممكن نعفي كل هيئاتنا الرياضيه من وجع دماغ الجمعيات الخاصه ووضع لوائح استرشاديه وكده، ويبقى في بدائل. لكن ده ما يمنعش برضو ان انا مقتنع تماما الاهلي من حقه ان تكون له لائحته الخاصة، الزمالك من حقه ان تكون له لائحته الخاصة، اي نادي في مصر واي هيئة رياضية من حقها وفق ظروفها، عدد اعضائها، عدد لعبتها، مواردها، ارتباطاتها، تحط لائحة بالشكل الذي يرضاه اعضاء هذا النادي، ويكون هذا النادي سيد قراره وسيد نفسه. يعني بدون لكن انا مش عايز الامر يتحول من ان احنا كنا تحت عباءه لائحه واحده يديرها وزير الرياضه او رئيس المجلس الاعلى للشباب الرياضه بحكم منصبه، واصبحنا في نفس الوضع ولكن تحت مظله رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. طب احنا مع دكتور ياسر ايوب في نفس السياق، عندنا تقرير من اعضاء الجمعيه بمقر النادي الاهلي في الجزيره، نذهب ونشاهد ونرجع ونكمل كلام. هو يوم الجمعة القادم والسبت دول أنا بعتبرهم يومين بمثابة عيد لينا احنا كأعضاء النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية. فأنا بطلب من السادة الزملاء الأعضاء الأفاضل إن هم يحضروا ويقولوا كلمتهم في هذا اليوم، لأن النادي ده نادينا لازم احنا نخاف عليه. ومع كل الاحترام والتقدير للجنة الأولمبية المصرية وللوزارة الممثلة في شخص السيد الوزير مصر خالد عبد العزيز، لكن بقول للنادي الاهلي ده نادي كبير ونادي عريق،
ما ينفعش اي جهة اخرى خارجية انها تعرفنا اللائحة بتاعتنا. انا بوجه رسالة اعضاء النادي كله يحضر الجمعية العمومية ان شاء الله، وده في مصلحتنا وفي مصلحة النادي. والله اي جمعية عمومية اي مؤسسة مهمة جدا جدا، بتدي فرصة لاعضاء انهم هم يحددوا رأيهم، هم بيشاركوا في الادارة، وبالتالي حضور الاعضاء مهم جدا 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 اذا كنا عايزين نطور النادي ونستمر في اي شيء ايجابي يعني النادي. ان شاء الله ان شاء الله هيبقى الاقبال كويس باذن الله، انا متاكد يعني من النهارده يعني. هم طبعا فرض علينا اللي هو عدد الاعضاء اللي هو ما يقلش تقريبا يعني عن 12,000، واخد حضرتك طبعا اكيد ان شاء الله هيطلع اكتر من 12,000 كمان، الناس كلها مجتمعه على ورا ان شاء الله ورا مجلس الاداره، و وتحديدا المهندس محمود وهو واخد الموضوع على نفسه جامد يعني، والناس عندها ثقة فيه وثقة في كل أعضاء إدارة الأهلي يعني. إن شاء الله الرسالة بإذن الله يوم 25 و26 الأعضاء عارفة هم هيجوا بإذن الله، هم اللي عارفين باللائحة بإن هيجي فوق ال 12,500، لا هيجي فوق ال 12,500 حوالي بتاع 30,000 سكان في مدينة نصر أو في الجزيرة بإذن الله. ده يعني أنا شايف إن هو فرض واجب على كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية إن هو يحضر، لأن عشان في الآخر اللي يسري علينا أو اللي يطبق الحاجة اللي إحنا عايزينها، مش يطبق علينا قرارات مش إحنا اللي مقررينها، هو ده اللي أنا قصدي أقوله. فإن شاء الله لا أنا هحاول إن أنا أحضر أكيد، وأخويا كمان إن شاء الله هحاول إن هو يحضر، وأنا بوجه رسالة لكل أعضاء الجمعية العمومية إن هم ضروري إن هم يحضروا، وإن هو كل واحد يدلي برأيه، لان في الاخر احنا عاوزين اللي يطبق علينا زي ما قلنا قرارنا احنا مش قرار حد تاني، هو دي المسج بس. بقى اناشد الجمعيه العموميه انها تقف جنب النادي اللي هو الكيان الكبير اللي احنا كلنا بننتمي له في هذه المرحله العصيبه، ان احنا عايزين ناخذ اللائحه اللي احنا عملناها اللي النادي عملها اللي هي تناسب اعضائه وتناسب الوقت اللي احنا فيه، هو ده الوقت اللي انت تبين فيه حبك للكيان. طبعا دي اهم حاجة ان الجماعة العمومية بتاع النادي الاهلي تحضر علشان تقول رأيها في اللائحة الاسترشادية. ايه اللائحة الاسترشادية؟ ماهياش ملزمة، كلمة استرشادية يعني ماهياش ملزمة، فايه اللي يخليهم يخليها تبقى ملزمة؟ ها؟ يعني فرق في الكلمه استرشاديه ولا ملزمه؟ هم عايزينها تبقى ملزمه، طب بيقولوا عليها استرشاديه ليه؟ وبعدين ايه يضير اللجنه الاولمبيه؟ ايه يضيرها ان تعمل جمعيه في يوم ولا اثنين ولا في مدينه ولا في مدينه نصر ولا هنا؟ ايه اللي يضيرها يعني؟ انا اولا ارجو من جميع الاعضاء حضور الجمعيه العموميه ينزلوا يحضروا، لان ده النادي بتاعنا، ويؤيدوا اللائحة اللي أعدها مجلس إدارة تحت النادي، وماليش علاقة باللائحة الاسترشادية، وأعتقد إن الجمعية العمومية لا تقبل أي جهة تفرض رأيها على الجمعية العمومية. أولا النادي الأهلي نادي كبير، والنادي الأهلي بيقود ولا يقاد، ودي ميزة الأعضاء بتاعت النادي الأهلي إنهم فاهمين هذه النقطة كويسة جدا. فطبعا من لازم ولابد ان جميع الاعضاء يحضروا ليقروا اللائحه اللي هي هتحكمهم، ومهما كان فيها اخطاء هذه اللائحه احنا ممكن نتجاوز عنها وبعد كده نصلحها، لكن ما نبقاش احنا نقاد من الخارج. النادي الاهلي ده قياده وطول عمره هو القائد في مصر وفي الشرق الاوسط كله. مرة تانية برحب بحضراتكم وبستكمل حواري مع ضيفي الكبير الدكتور ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية داخل النادي الأهلي. دكتور ياسر، من بداية الحوار كنا نتحدث عن اللائحة الاسترشادية، هو ما هو الهدف من اللائحة الاسترشادية؟ مش أليس هو تفعيل دور الجمعيات العمومية والارتقاء بمستوى الرياضة؟ هذا ما قيل. هذا ما قيل. طب بهذا الشكل من الواضح ان لم يتم دراسة هذه اللائحة بشكل قوي جدا من قبل المسؤولين او من استرشد مع نفسه وفعلها، فمن الواضح ان فيها بعض النواقص. ألم يكن من الصواب
التحاور والتشاور للوصول إلى أفضل النقاط التي تناسب الجميع؟ ما هو أنا اللي أنا مش قادر أفهمه كل هذا العناد حوالين اللائحة الاسترشادية والقتال دفاعا عنها كما لو أنها هي النص الملزم أو الذي يجب أن يكون ملزما للجميع. يعني بعدين يا أخي أنا لما أجي أقول لك لائحة استرشادية يعني أنا بحاول أرشدك، يعني أنا بقول لك رأيي يا تاخد بيه يا ما تاخدش بيه، بس مش معنى إن أنا أجي أقول لك رأيي ولازم هتاخد بيه وهو اللي هيمشي، وأنا ما يهمنيش رأيك أنت، ده رأيي أنا هو وهو الصح وهو اللي هيمشي، ده ما يجري مع الأندية. والأندية حاولت تشرح مسألة النصاب القانوني الشروط التعجيزية وإنه التوقيت كمان، لأنه كان في تغافل عن أمور كثيرة جدا بتحدد. يعني إحنا عندنا بكرة جماعة عمومية لنادي هليوبلس، تتساءل إحنا عتدنا أو يقول لك القانون والعرف زي ما اللجنة الأولمبية دايما بتقول إنه الجامعات العمومية تتعمل خميس وجمعة، فالنادي هليوبلس اضطر يعملها يوم الثلاث. ليه؟ لأنه معظم أعضاء النادي بيكونوا في إسكندرية أو الساحل اليوم الجمعة في المصايف أو في أي مكان خارج القاهرة، فاضطر النادي يعملها يوم الثلاث. يعني أنت ما راعيتش أنه في عيد وفي أجازات عيد وفي حج وفي ناس سافرت الحج وفي مناسك دينية كمان والحر الشديد وانك لازم اعملها قبل اخر اغسطس اكثر شهور العام حراره ورطوبه عاليه. كل ده انت ما راعيتوش، انا موافق لانه الماده الرابعه في القانون ادت هذا الحق قانونا للجنه الاولمبيه المصريه، فانا ما اقدرش اناقش اللجنه الاولمبيه في هذا لانه هذا هو القانون. على الرغم ان هو في بعض من النواقص، يعني برضه يا فندم ايديولوجيه نادي هليوبلس بانه نادي اجتماعي، في بعض الالعاب الرياضيه مثلا على سبيل المثال الووتر بولو هم مميزين فيه، ولكن ايديولوجيه نادي هليوبلس ان هو نادي اجتماعي. فلو كان اخذ في الاعتبار ان ايديولوجيه نادي هليوبلس لن تتيح له ان هو لو يعملها في يوم جمعه او خميس زي ما حضرتك ذكرت مش هيلاقي حد، لان الناس كلها بتبقى حتى مراعاه الايديولوجيه، وما ينفعش اقارن نادي هليوبلس ولا اي نادي باي نادي اخر رياضات والانديه اللي بتشارك بشكل عام. ده انا حتى ما اقدرش اقارن بين الاهلي والزمالك، ده له ظروف وده له ظروف وده له وقائع وده له وقائع، ومش مفترض انه يبقى كله شبه بعضه. يعني كل نادي ادرى باحتياجاته ومطالبه وظروفه، يعني ولكل نادي الحق والحريه في اختيار ما يشاء. يعني فالماده الرابعه ادت اللجنه الأولمبية الحق في تحديد موعد هذه الجمعيات الخاصة والنصاب القانوني اللازم لانعقاد هذه الجمعيات فقط. فلما جه النادي الأهلي حاول يناقش النصاب القانوني قيل له التزم بنص القانون. النقطة دي مهمة جدا. قيل للنادي الاهلي، انا ما بكلمكش حتى على جوابات اللي هي كل شويه بتتباع في حته والبتاع، لا انا بكلمك على القانون ما جرى بالفعل. قيل للنادي الاهلي التزم بنص القانون انه اللجنه الاولمبيه حددت الميعاد وحددت النصاب القانوني اللازم اللي هو 12500. فالنادي الاهلي اضطر ان يقبل انه هذا هو القانون، الماده الرابعه في القانون. فجه النادي الاهلي أول ما صدر هذا القانون جاله جواب واستفسر منه برضه شفويا من اللجنة الأولمبية المصرية، أنتوا باعتين جواب بتقولوا ولكل مجلس إدارة الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لعقد هذه الجمعية. يعني في مراسلة بهذا النص، أول جواب صدر من اللجنة الأولمبية المصرية أنه لكل، أنا حافظ النص، والنادي الأهلي عنده هذا الجواب، لكل مجلس إدارة طبعا معايا، لكل مجلس إدارة الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لعقد هذه الجمعية. النادي الأهلي استجاب، هو استجاب الأول للقانون، بعد كده استجاب لهذا الخطاب وقال خلاص الإجراءات المناسبة ليا أن أنا أعملها على يومين وفي مكانين او مقرين للنادي الاهلي، الجزيره ومدينه نصر. مفيش اي خروج على القانون. رجعوا قالوا له ايه؟ لا انت كده بتخرج على القانون.
انت كده بتعارض الدولة، انت كده بتعارض النظام، انت كده بتتمرد. الاهلي مش على راسه ريشة، الاهلي مش هيبقى اقوى من الدولة واقوى من القانون. ولماذا هذا الصدام من الاصل؟ هو فين القانون اللي قال ان انا ما اعملهاش في يومين او مكانين او 10 اماكن او 10 ايام؟ مفيش نص في قانون الرياضة كله، ادي القانون، مفيش في نص واحد يقول انه لازم اعملها في يوم واحد في مقر واحد. وانا عندي مراسله من سيادتك كلجنه اولمبيه بتقول لي لا، ما هو رجع بعديها بقى غيرها. راح بعت جواب، انت الاجراءات الخاصه بالجمعيه انها تتعمل يوم واحد وفي مقر واحد وبالخداع يقول لك طبقا للقانون. فانا استاذن حضرتك بس عشان الناس اللي هم بيسخروا مننا دائما ويطلعوا ورق ويقعدوا يقروا ورق ويحطوا ورق على الشاشه ومش عارف ايه. الماده الرابعه بتقول تضع اللجنه الاولمبيه المصريه لائحه استرشاديه للنظم الاساسيه للهيئات الرياضيه تقوم بارسالها الى تلك الهيئات، وتعقد الجمعيات العموميه للهيئات الرياضيه اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرفق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة. فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق. ده قانون، ده حق اللجنة الأولمبية المصرية أنها تدعو لهذه الجمعيات الخاصة وأنها تحدد النصاب القانوني فقط. وبعدين في قال حاجة مهمة جدا، تعقد الجمعيات العمومية الهيئات الرياضية اجتماعا خاصا يعني منصوب كمان، ما عنديش سوابق ولا قلت أنه دي جمعية عمومية عادية أو جمعية عمومية غير عادية عشان تيجي تلزمني بما تلتزم به الجمعيات العمومية. ده اجتماع خاص وسيعقد لمرة واحدة، لأنه مش كل مرة أنا عندي لائحة استرشادية هناقشها أو هناقش لائحة خاصة بتاعتي. ده اجتماع سيعقد لمرة واحدة، ما تقارنش بينه وبين جمعية عمومية لمناقشة ميزانية، جمعية عمومية للانتخابات، جمعية عمومية عادية، جمعية عمومية غير عادية. كل ده لا يناقش باجتماع خاص وفق نص القانون لمناقشة اللائحة الاسترشادية أو لائحتك الخاصة وإقرار أيا منهما هي اللي هتبقى لائحة النادي. رجعوا ردوا قالوا إيه؟ ما هو ما فيش بقى نص قانون. قال لا، هو ده المعنى الذي يفهم من هذا النص، ولو كان المشرع يقبل أنه ممكن نادي يعقد جمعيته الخاصة على يومين لكان نص على ذلك صراحة. ده رد اللجنة الأولمبية المصرية. طيب السيد الوزير لما جه يرد على النادي الأهلي، النادي الأهلي متخوف من مادة في اللائحة الاسترشادية في المادة 3 الأهلي متخوف من المادة 3 في اللائحة الاسترشادية، ودي أحد أسباب رفض اللائحة الاسترشادية. بتنص على إيه؟ تسري أحكام هذه اللائحة الاسترشادية حال فوات مدة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، دون أن تجتمع الجمعية العمومية الخاصة للنادي لوضع نظامها الأساسي سواء لعدم اكتمال نصاب أو لغير ذلك من الأسباب، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية غير العادية للنادي في تعديل نظامها الأساسي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون. لحد كده تمام، ده نص القانون، وأنه لو الجمعية الخاصة بتاعتك ما اكتملتش أو النصاب القانوني اكتمل بس الجمعية رفضت لائحتك، فأنت هتطبق من تاني يوم اللائحة الاسترشادية بتاعتك، هي دي اللائحة الملزمة ليك. شوف بقى السطر الأخير، وللجنة الأولمبية المصرية تعديل أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية بين قوسين اللائحة الاسترشادية. يعني هذا النص أعطى اللجنة الأولمبية الحق في أي وقت تشاء أن تغير في هذه اللائحة الاسترشادية. فيجي الصديق المهندس خالد عبد العزيز يقول
لا يا جماعة أنتوا فاهمين غلط أو أنتوا قصدين تسيئوا الفهم، ده هو ده المقصود بيه، أنه لغاية اعتماد اللائحة الاسترشادية، وأنه مجرد أن أنت ما اعتمدت اللائحة الاسترشادية ما بقاش اسمها استرشادية، بقت لائحة ملزمة للنادي. طب يا سيادة الوزير، زي ما أنت رديت عليا كنادي أهلي وقلت لي لو كان المشرع يريد ذلك لكان نص على ذلك صراحة. بس هسأل حضرتك نفس السؤال. طب ليه ما حطيت المشرع لو كان انه بيقول ان دي حاجة مؤقتة ستنتهي باعتماد اللائحة الاسترشادية، ليه ما نصش على ذلك صراحة؟ هو ليه يا فندم المقصود بيه ما بيتمش شرحه بشكل تفصيلي؟ وليه هنقعد نعمل قوانين ولوائح؟ أصل كان القصد، أصل العرف، أصل التفسير اللغوي، أصل هي كلمة أصل لما تخش في صيغة جملة تفسدها. احنا بنتكلم على قانون ولائحة. يعني انت كان سهل جدا تقول وبمجرد اعتماد هذه اللائحة الاسترشادية لتصبح اللائحة الأساسية للنادي، لا يصبح من حق اللجنة الأولمبية المصرية التدخل في تعديل أي من مواد هذه اللائحة. لا انت حسمت الأمر. ولو انت عايز ده كمان كنت في القانون تقول ولهذا الاجتماع الخاص الذي يجب أن يعقد في مكان واحد في يوم واحد للتصويت على اللائحة الاسترشادية أو اللائحة الخاصة بالنادي، مش ده القانون ودي الصياغة. لو أنت عايز الوضوح والصرامة المعتاد عليها في أي قانون أو في أي لائحة أو في أي نظام، النص بيكون واضح جدا وصريح لا يحتمل تأويلات أو تفسيرات. دكتور ياسر، يعني هتكلم من 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 وجهة نظر أني أنا كإكس مطلع. طيب أنا كوزارة رياضة وبنظر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ما المطلوب من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في الأساس؟ هو الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية لتحقيق إنجازات وبطولات. يعني ده الفريم أو ده الإطار اللي أنا طالبه من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية. طب أنا عشان أرتقي بمستوى الرياضة، أنا قرأت إلى حضرتك في مقالاتك السابقة كيف نتعلم من ألمانيا وتطوير ألمانيا للمنظومة الكروية حتى وصلت بعد ما حدث في يورو 2000 وكاس عالم 98 والاجتماع اللي حصل ما بين المسؤولين في ألمانيا وبعض من المسؤولين في أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وحتى نادي فولسبورغ الأندية الكبيرة لكي يضعوا رؤية وفكر للارتقاء بمستوى الرياضة والكرة الألمانية حتى وصلت إلى القمة. نفس الشيء حدث في إسبانيا. اسبانيا في التسعينات وقبل التسعينات كان اخر حاجه خدوها يورو 82 وما فيش بعد كده بطولات. عملوا نفس القصه وجابوا الريال وبرشلونه القطبين الكبيرين وبعض الانديه الاخرى وحطوا وجهه نظر ورؤيه للارتقاء للامام. لماذا يعني ليه؟ ده سؤال منطقي. انا كوزاره رياضه وكلجنه اولمبيه ليه ما اجيبش الانديه الكبيره عندي والخبراء بالاضافه الى الخبراء وابتدي احط اسس ليه الفايدة بتاعتها مش مستوى بقى موضوع احنا مش هنتكلم بقى تخبط ما بين لجنة أولمبية ومراسلات، لا أنا عايز الهدف الأساسي أرتقي بالمستوى. مش شايفين أي حاجة من اللي احنا بنشوفها هترتقي بمستوى الرياضة المصرية. احنا شايفين روتين وتخبط. عارف حضرتك عنوان اللي بيحصل الخلط في الأوراق والأدوار. ما هو أنت تبدأ الفوضى حينما يبدأ كل طرف أن يقوم بما ليس مفترضا منه القيام به. دي الفوضى. نعم. إحنا عندنا كل الأطراف محدش بقى بيقوم بدوره. يعني وزارة الرياضة ممثلة للحكومة لها في المجال الرياضي دور محدد. اللجنة الأولمبية لها وظيفة محددة. الاتحاد الرياضي له وظيفة محددة. النادي له وظيفة محددة. الإعلام أيضا له وظيفة محددة. حينما تختلط الأدوار وتختلط الأوراق تكون الفوضى ولن نتحرك خطوة واحدة للأمام. وزير الرياضة في أي على فكرة في عدد ليس قليلا من بلدان العالم ما فيهاش وزير رياضة. واللي فيها وزير رياضة وفي زي انجلترا ده اسمه وزير الثقافة والسياحة والآثار والرياضة. والرياضة نعم. لكن في دول فيها وزير رياضة زي فرنسا على سبيل المثال. مهمة وزير الرياضة أن ينال كل المواطنين الحق المشروع في ممارسة الرياضة بما يلزم ذلك من توفير بنية أساسية.
وتسهيل هذه المهمة وإتاحة الفرصة للجميع لمزاولة هذه الرياضة وبناء الملاعب والمنشآت التي تؤدي إلى ذلك. ده دور وزارة الرياضة. أشهد المهندس خالد عبد العزيز تطويره لمراكز الشباب، بناءه لملاعب خماسية في الصعيد وفي الدلتا، وهذا دور رائع لا يمكن إنكاره. لكن ليس من حق خالد عبد العزيز لا أن تكون له علاقة باللجنة الأولمبية ولا بالأندية ولا بالاتحادات ولا بأي رياضة تنافسية ولا بأي مشاركة لمصر في دورات أو بطولات إقليمية أو عالمية. ملوش أي علاقة بده كوزير رياضة. ممكن يشاهد ده زي ما أي مواطن يشاهد ده. يعني منتخب فرنسا لما كان في جنوب أفريقيا وحصل الانهيار الفظيع للمنتخب الفرنسي، والرئيس ساركوزي طلب المنتخب، أنا تقصد كاس عام 2010، طلب المنتخب يروح له قصر الإليزيه. أولا وزيرة الرياضة الفرنسية وقتها لم تكن تستطيع أن تناقش اتحاد الكرة الفرنسي في مستوى المنتخب الفرنسي، مش من حقها دستوريا ولا قانونا، ولا ظهرت في الصور والرئيس الفرنسي يستقبل المنتخب الفرنسي. لأنه ده دور رئيس الاتحاد الفرنسي مع لعيبة المنتخب مع رئيس الجمهورية. وحتى ساركوزي طلب المنتخب والاتحاد يقعدوا معاه من باب الاستئذان، مش من سلطاته كرئيس للجمهورية انه يحقق فيما جرى للمنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا الأخيرة اللي اتعملت في بولندا وجت أنجيلا ميركل. أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية عارضت أو اقترحت ألا يشارك المنتخب الألماني في هذه البطولة احتجاجا على المعتقلين السياسيين في الدولة الثانية كانت مع بولندا، بلغاريا. أنا اتلخبطت. طيب يعني لكن اعتراضا على في بعض المعتقلين السياسيين انه في اوضاع سياسية خاطئة. فرئيس اتحاد الكرة الألماني طلع بعد تصريح أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا والمرأة الحديدية المرأة القوية، طلع قال أنجيلا ميركل تحكم ألمانيا وأنا أحكم الكرة الألمانية، عشان ما يبقاش في تدخل حكومي. إذا سمحت لي أنجيلا ميركل بمشاركتها في حكم ألمانيا سأسمح لها أن تشاركني في اتخاذ أي قرار يخص المنتخب الألماني ومشاركاته. ده دور الوزير. اللجنة الأولمبية في العالم كله ووفقا للميثاق الأولمبي لها وظيفة محددة، هي أن تضمن عدم مخالفة الميثاق الأولمبي في أي بلد. ده أنا بكلمك من الميثاق الأولمبي، تعريف اللجان الأولمبية الوطنية. وإنها مسؤولة عن الشعار الأولمبي، مسؤولة عن تشكيل البعثات الأولمبية. الشعار الأولمبي اللي هو ما فيش تمييز يا فندم. اللي هو استخدام الشعار الأولمبي ده ملك للجنة الأولمبية المحلية، وإنها تختار البعثة الأولمبية اللي هتشارك في الدورات الأولمبية، وإنها ممكن تختار البعثات اللي بتشارك في البطولات الإقليمية أو القارية زي دورة ألعاب البحر المتوسط زي كده يعني. ده دور اللجنة الأولمبية المحلية في أي بلد. اللجنة الأولمبية لا تدير الرياضة في بلدها. اللجنة الأولمبية المحلية ليست لها علاقة لا بالأندية ولا بالاتحادات ولا بالاتحادات. اللجنة الأولمبية دورها وفق الميثاق الأولمبي واضح جدا، وهناك بيعملوا المواثيق والقوانين زي ما احنا بنعملها، بيعملوها وهم يقصدون كل كلمة وكل حرف، ولو كانوا يريدون شيئا لنصوا عليه صراحة. نعم مضبوط. يعني ده دور اللجنة الأولمبية. بدليل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لا يستطيع وهو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن يناقش رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى على سبيل المثال فيما يحدث في اتحاد كرة اليد. لا يستطيع مطلقا. وبرضو أنا كنت مندهش من بعض ما نشر على لسان الدكتور حسن مصطفى ان اللائحه الاسترشاديه فيها بعض المشاكل ولكن يجب ان تعدي المرحله. طب هل يا دكتور حسن في اتحاد كره اليد
هل حضرتك تستطيع او هتفعل لائحه بها بعض المشاكل عشان المرحله تعدي؟ لا، وهو اللي يغيظ بقى انه لما انا قلت اللجنه الاولمبيه المصريه، طب انت فين لائحتك انت بقى؟ اللائحه اين لائحه اللجنه الاولمبيه؟ يعني انت عماله تطالبينا كلنا بلوائح، وعماله تطالبينا كلنا بجمعيات خاصه واجتماعات جمعيه عموميه عشان نناقش اللائحه، والا هنطبق اللائحه الاسترشاديه. طب هي بالمناسبه فين لائحه اللجنه الاولمبيه المصريه؟ ومتى ستنعقد الجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه المصريه؟ وفين اللائحه عشان نقراها؟ وبعدين فيجي لك الرد المستفز اللي هو ايه؟ انه لا، احنا عندنا لائحه تم اعتمادها سابقا من اللجنه الاولمبيه الدوليه. يا سلام، طب انت ليه عامل حرب على اتحاد الكوره؟ وليه بتقول اتحاد الكوره لازم يعمل انتخابات ويعمل لائحه؟ ما لائحه اتحاد الكوره الفيفا اعتمدها، ولائحه الاتحاد المصري لكره اليد معتمده من الاتحاد الدولي لكره اليد، وعندنا اكثر من اتحاد، وعندنا اللجنه البارالمبيه لائحتها معتمده من اللجنه البارالمبيه الدوليه. طب كان ليه الفيلم ده كله؟ وليه غيرت؟ وليه لائحه استرشاديه؟ وليه ما دام انت لما جيت على نفسك انت وجيت طرف الباب على صباعك قلت لا انا لائحتي واخده موافقه واعتماد اللجنه الاولمبيه الدوليه. طب ما كلنا واخدين موافقات، اشمعنى انت؟ وباي منطق؟ وبعدين يا سيدي، لائحتك اللي انت واخد عليها الموافقه دي لائحه اتعملت للجنه اولمبيه عاديه هتقوم بدورها وفق الميثاق الاولمبي. لكن انت فجاه من في يوم وليله نمنا بالليل وعارفين انها لجنه اولمبيه مصريه، صحينا الصبح لقينا انها لجنه اولمبيه هتدير كل الرياضه المصريه. اعتقد كده اللائحه القديمه ما بقتش تنفع، اختصاصاتك كبرت، بقت جهه اداريه بتدير كل الرياضه المصريه، فاعتقد انك لازم تفتح الباب في انتخاباتك اللي جايه مش بس لرؤساء اتحادات، لازم تفتح لرجال قانون، رجال اقتصاد، تفتح الباب بقى. ده انت بقيت انت اللي بتدير الرياضه في مصر، يعني مش مجموعه رؤساء اتحادات بيقعدوا مع بعض يختاروا بعثه، انت بتدير الرياضه في مصر. الاهلي عنده مشكله، الزمالك عنده مشكله، اتحاد كره القدم عنده مشكله، اتحاد اليد، اللجنه البارالمبيه عندها مشكله، كل ده. طب انا يا فندم لو انا عندي مشكله كاحد الانديه مع اللجنه الاولمبيه، مين اللي هيحكم؟ دي من اللجنه الاولمبيه المصريه. رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه لرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. يعني اروح لرئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اقول له يا فندم انا عندي مشكله معاك، فلو سمحت افصل بيني وبينك. افصل بيني وبينك. وبعدين المهندس هشام حطب هو يعني صديق برضه عزيز جدا، بيقول رد جميل قوي، بيقول لك لا انا محطوط بس بحكم المنصب والقانون، لكن انا مش هيبقى ليا دور، واللجنه فيها ناس قامات كبيره و ده مش منطقي يا فندم. ده انت رئيس اللجنه. يعني انا كنادي اهلي او كنادي الزمالك عندي خلاف مع اللجنه الاولمبيه، وخصوصا وفق الماده اللي انا قريتها لحضرتك انه يقدر اللجنه الاولمبيه تقدر تغير لي لائحتي في اي وقت. فرحت اشتكي. هروح اشتكي للمهندس هشام حطب. عشان المهندس هشام حطب رئيس اللجنه اللي هو هشام حطب الثاني يعني. نعم. اللي هو هيفصل بيني وبين هشام حطب الاولاني. فانت عايز تفهمني انه ده منطقي يعني؟ ده طبيعي يعني؟ يعني ولا كان الاوقع انه الجهاز فض المنازعات أو يبقى كله من شخصيات عامه وشخصيات قضائيه لا علاقه لها لا بالانديه ولا بالاتحادات ولا باللجنه الاولمبيه، بحيث تبقى جهه على مسافه واحده من كل اطراف الرياضه على وضع حيادي، على وضع حيادي، وهي اللي هتفصل بيني وبينك لما يقع بيننا خلاف. لكن ان انا اجيلك واشتكيك ليك، ده مشهد غريب جدا يعني. هو مشهد لا يحدث الا عندنا فندم، وده اللي يخلينا عايزين لائحتنا في النادي الاهلي، وده اللي يخليني اتمنى لائحه خاصه لنادي الزمالك، لائحه خاصه غدا لنادي هليوبلس، لائحه خاصه لنادي الجزيره، يعني لانه كل الانديه تستحق هذه اللوائح الخاصه. طيب يا فندم احنا عندنا عايزين نستعرضه كده مع مشاهدينا ونرجع ونكون نشوف تعقيب الدكتور ياسر ايوب على هذا الفيديو، نذهب ونشاهد. الاول كمتابع للاهلي ومحب الاهلي، الاهلي يمكن الحاجه الوحيده اللي بتسعد المصريين. تمام. لو قيمنا مجلس الاداره ده برئاسه محمود طاهر والمجموعه اللي معاه، انا بعتبره افضل مجلس اداره الاهلي في تاريخه.
وافضل من الله يرحمه صالح سليم وافضل من الكابتن حسن حمدي. الكلام ده والكلام ده اكتبوه بس كده. محمد سويلم وانا هقول لك ليه. اتفضل. الناس دي استلمت النادي وما كانش فيه فلوس العمال تقبض. النهارده الاهلي اقوى ميزانيه في تاريخه موجوده. تمام. بعقود رعايه وشغل نظيف وشغل راقي ومحترم. الاهلي استلم المجلس ده استلم فرقه الكوره مهلهله ويعني مش كويس انها كانت بتلعب. ليه ده هو دخل 17 بطوله كسب منهم 14 يعني. لو نضحك اول ما مسكوا السنه اللي خسروا فيها دوري وكاس من الزمالك. كان الفرقه في لعبه كتير بتعتزل لعبه كتير ماشيه وبتاع. النهارده الاهلي بيكتسح البطولات كلها من قبل. الاهلي واخد الدوري قبل ما يخلص يعني بشهرين مثلا. تمام. مره ثانيه مشاهدينا دكتور ياسر حضرتك شاهدت الفيديو عن السيد محمد سويلم، هل حضرتك التعقيب على هذا الفيديو؟ لا انا معتز طبعا بشهاده الاستاذ محمد سويلم يعني وبشكره عليها لانه بيشيد بمجلس اداره النادي الاهلي. انا بس يعني عندي تحفظ على انه ما بحبش كلمه الافضل المجلس الافضل. يعني هو المفترض ان انا اقوم اسقف دلوقتي عشان انا بشتغل مدير اعلام مجلس الاداره الحالي برئاسه المهندس محمود طه. لا انا بقول لك لا مش الافضل، ما فيش مجلس افضل من الاخر. ومحمود طاهر أعطى الكثير جدا للنادي الأهلي، حسن حمدي أعطى الكثير جدا للنادي الأهلي، صالح سليم أعطى الكثير جدا للنادي الأهلي، الفريق مرتجي أعطى الكثير جدا للنادي الأهلي، كابتن وحش، أحمد عبود باشا، أحمد حسنين باشا، كل هؤلاء أعطوا الأهلي. علشان بعض الناس تردد أنه أصله مجلس محمود طاهر بيقول أن هم اللي بدأوا الإنشاءات في النادي الأهلي. هذه عبارة لم تحدث ولم يقل أحد من المجلس ذلك، وده اتهام ظالم وشديد الغرابة. يعني أنا مش فاهم ليه المصلحة. يعني المهندس محمود طاهر أشاد بكل المجالس السابقة وكان عضوا بمجلس إدارة كابتن صالح لدورتين. فيعني دكتور ياسر برضو حتى هنا في قناة النادي الأهلي احنا بنتكلم على 110 سنه من التاريخ، 110 سنه من الانجازات. مجلس اداره الحالي لم يكن موجود في 1907، لم يكن موجود في بدايه الستينات ولا الخمسينات ولا في السبعينات ولا في الثمانينات. كل هذه المراحل لما حتى كنا بنعمل ذكرى للاسطوره كابتن صالح سليم عمل كل مجالس اداره النادي الاهلي عبر التاريخ، وحاولنا نبرز كل مجلس وايه دوره وادى الى ايه وايه الانجازات اللي حاول يضيفها للنادي. وبعض حتى كنا بنجيب بعض من الحفلات اللي كانت بتقام في الماضي من السيده ام كلثوم، وازاي هذه الحفلات كانت ليها دور. وابتدينا نقول نادي الاهلي حتى دخوله الى البطولات الافريقيه في الثمانينات، اول بطوله دوري ابطال افريقيا، ثم بعد كده ثلاثه افريقيا ابطال الكؤوس، ثم دوري ابطال افريقيا 87، وبعدها التسعينات مع الكابتن صالح. كل هذه البطولات والانجازات لم يفعلها شخص ولا مجلس واحد. ما هو يعني في بعض الاراء او بعض الناس علشان تدافع عن مجلس الكابتن حسن حمدي الذي لا يحتاج دفاعهم بالمناسبه، سرقوا انجازات مجالس سابقه ومجلس حالي. يعني وده وضع غريب جدا يرفضه النادي الاهلي. يعني انت لما جيت وريتني الفيديو قلت لك لا مجلس محمود طاهر مش المجلس الافضل، كل المجالس اللي جت للنادي الاهلي اعطت. فما يجيش حد تاني يسرق من مجلس محمود طاهر ما قام به بالفعل على الارض ويمنحه لاخرين. ولا مجلس كابتن حسن حمدي عمره انكر انجازات مجلس كابتن صالح سليم، ولا كابتن صالح سليم انكر انجازات الفريق مرتجي. يعني انا مش قادر افهم، بلاش نلعب بالتاريخ، بلاش نلعب بالنادي الاهلي، خلوا كل هذه المعارك الجانبيه لما تبدا الانتخابات وكل واحد يختار اللي يختاره وكل واحد يختار الجبهه اللي يبقى معاها، دي قصه تانية. ساعتها كل واحد يتكلم براحته، بس بلاش تدخلوا الاهلي في هذا النفق المظلم، بلاش تدخلوا الاهلي في هذه الصراعات الضيقه. الاهلي
أكبر من كل مجالس إدارته وأكبر من كل إعلامه. الأهلي يعني مش عايز الكيان أقول هو من يصنع الأشخاص. الأهلي تاريخ وكيان وملايين من العشاق هم الذين يصنعون اسم وقوة ومكانة وشرف النادي الأهلي، فبلاش تسرقوا من ملايين العشاق حقوقهم بمجرد ان انت مع فلان او ضد فلان. لا فلان ده هينفعه ولا فلان ده هينتقص منه، لانه الذي سيبقى هو النادي الأهلي واحترام ابناء الأهلي بإذن الله باحترام المبادئ والقيم والمسار الصحيح. دائما المسار الصحيح هو اللي بيؤدي الى الانجازات. احنا عندنا تقرير عن اعضاء النادي الاهلي في فرع مدينه نصر، نطلع ونشوفه ونرجع مره ثانيه. طبعا دي حاجة مهمة جدا، واحنا كلنا هنكون موجودين عشان نأيد اللائحة اللي احنا حاطينها. انا قريت اللائحة، لائحة كويسة جدا ومحطوطة يعني محطوطة كويس قوي. القانونيين اللي في النادي مترتبة البنود واحد واحد يعني من الاول للاخر، لائحة كويسة جدا. انا بأيد المهندس محمود طاهر وكلنا معاه في النقطة دي، لان مش النادي الاهلي اللي يتفرض عليه قوانين او اي حاجة تانية تمشيه. النادي الاهلي طول عمره هو نادي المبادئ، من اول ما تأسس لحد النهاردة النادي الاهلي هو النادي الاهلي، هو دايما اللي بيبتدي. وناس كتير قوي، انديه كتير، لما هتلاقي الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي اكتملت وايدت اللائحه الخاصه بالنادي، كلهم ان شاء الله هيمشوا ورانا ويعملوا جمعيات ويحطوا اللائحه بتاعتهم، هيتشجعوا بالنادي الاهلي. انا بتمنى انهم يحضروا يوم 25 و26 اغسطس باذن الله عشان نقرر اللائحه بتاعتنا، لان دي مهمه جدا لاعضاء اعضاء النادي الاهلي. احنا متمسكين باللائحه بتاعه النادي، لان احنا يعني حاسين بالتطور اللي بيهم الاعضاء في النادي، وان احنا نبقى يعني قلبنا على ان النادي يتطور ويبقى يعني بعيد عن اي حد ممكن يتحكم فيه. لائحه النادي دي بالاعضاء بتهمهم قوي وبتفيدهم في حاجات كتير، وبتخليهم طبعا يتشجعوا ان احنا متمسكين بالنادي بتاعنا، وبان احنا اولادنا بيستفيدوا طبعا واحفادنا. والحقيقه المهندس محمود طاهر يعني بيبذل اقصى جهده في انه يطور النادي ويخليه لنا على اعلى مستوى، فاحنا متمسكين باللائحه النادي. المفروض ان فعلا احنا يعني يكون لينا لائحه خاصه، بحيث ان هو قوانيننا احنا ننفذها، لو مش عجبنا ممكن نتناقش، لكن ما يتفرضش علينا من بره لائحه ما تكونش مناسبه لينا يعني. فطبعا انا يعني بناشد كل اعضاء النادي الاهلي على اساس ان شاء الله يحضروا الجمعيه العموميه ويتناقش فيها. الحقيقه هي رساله واحده بس، ان ضروري جدا تواجدنا عشان نقدر نختار ايه اللائحه اللي احنا هنقدر اللي محتاجينها، اللي اولادنا محتاجينه في النادي، بحيث ان احنا ندعم الكلام ده. ايه كل طلباتنا، ايه الحاجه زياده، ايه الحاجه النقص اللي محتاجينها في النادي. فكل ده مش هيحصل غير لو قلنا طلباتنا وجينا وقلنا احنا عايزين ايه، لان احنا الاعضاء ما ينفعش تجيلنا لائحه من بره. احنا اللي محتاجين ايه لازم نبقى عارفين احنا اللي محتاجين ايه، محتاجين نادينا ايه اللي يطرا عليه زياده، ايه الجديد اللي يطرا عليه، ايه اولادنا محتاجين ايه. ما تجيليش من بره، تجيلي من بره ليه؟ لازم الكل يجي عشان يبدي رأيه، وكل واحد يختار كل حاجة. بس دي مهمة جدا طبعا ان كل الاعضاء يجي عشان نسبة حضور تبقى عالية. طبعا النادي لازم يبقى كله لايحة. النادي الاهلي نادي كبير ونادي مشرف في الجمهورية، فلازم بقى له لايحة خاصة بيه طبعا. ده تقرير لأعضاء الجمعية العمومية في مدينة نصر، وبيبين الوعي، مدى الوعي لدى سيدات الجمعية العمومية داخل النادي الأهلي، وقد إيه هم عندهم فكرة عن ما يحدث في هذه المرحلة. وبنشط الجميع، حتى لو أنت معارض، حتى لو أنت عندك أيديولوجية مش ماشية على هوا مجلس الإدارة الحالي، روح النادي الأهلي وقول على اللائحة
انت رايك ايه فيها؟ ما تكونش سلبي، خليك ايجابي. احنا في مرحله خلاص عدينا دلوقتي، انت بقيت تروح لدستور البلد وتقول رايك، بتروح تقول على كل قوانين في مجلس الشعب، ابتديت تروح وتدي رايك، روح كمان لاعتماد لائحه النادي الاهلي وقول رايك. دكتور ياسر، النغمه اللي شغاله في الوقت الحالي، ما شاء الله فريق الكوره بيحقق نجاحات، الالعاب الاخرى بتحقق نجاحات، فالبعض مش لاقي شيء او منفذ يحط فيه سهام الانتقاد بشكل غير منطقي، ودلوقتي نغمه التقسيم، النادي الاهلي يقسم، النادي الاهلي يفتت، دم الفتنه. الفتنه، حضرتك شايف ان النادي الاهلي بيفتت وبينقسم؟ هو ده موضوع محتاج، عارف ايه، انه لما تلاقي مبنى كده قايل للسقوط، فانت الاحسن انك تروح موقعه كله وتبدا تبنيه واحده واحده. الاهلي طول عمره في مقر الجزيره من 1907، من ايام ما كان حلم في عقل عمر بيك لطفي 1905، واسس نادي طلبه المدارس العليا، وبعدين تحول الحلم الى واقع باسم النادي الاهلي للالعاب الرياضيه 1907. وعشان كانت الفكره باديه من نادي طلبه المدارس العليا، فكان تم الاتفاق ضمنيا على انه رئيس الجمعيه العموميه يكون هو وزير المعارف، لانه الفكره بدات عارف هدف الاهلي اللي تاسس الاهلي عشانه ايه؟ نعم. انه طلبه المدارس العليا بعد ما بيتخرجوا بيتفرقوا، كل واحد بيروح في حته، فتم النادي الاهلي لتوحيد وعلشان نادي الخديوي اللي هو نادي الجزيره كان يمنع دخول الرعاع، اتكتبت كده الرعاع اللي هم المصريين والاجانب غير الانجليز، فالنادي الاهلي شاف انه، او عمر لطفي شاف المصريين لهم حق يكون لهم نادي ولتجميع الشباب، فتم الاتفاق على انه وزير المعارف يكون هو عضو رئيس الجمعيه العموميه وليس رئيس النادي الاهلي، عشان بعض الناس متخيله انه ما دام النادي الاهلي بدا ورئيس جمعيته العموميه هو وزير المعارف فيجب الا يقف ضد الدوله. هذا الكلام موضوع معلومات مهمه جدا وتاريخ مهم، يعني النادي الاهلي تم انشاؤه من اجل من كانوا يسمونا بالرعاع اللي هم المصريين، المصريين والاجانب الانجليز والفرنساويين، اي حد مش انجليزي، اقصد الفرنساويين والبلجيك والهولنديين والالمان وكل حاجه، اي حد مش انجليزي بيتقال عليه رعاع. فالمهم تاسس النادي الاهلي، وكان من الطبيعي والتلقائي ان عمر بيك لطفي اللي هو صاحب الفكره وصاحب الاختراع وصاحب الحق وصاحب الملكيه الفكريه للنادي الاهلي، وهو الذي حارب لتاسيس النادي الاهلي، كان المفروض يبقى هو الرئيس. فاكتشف انه مستر ميتشل انس لو كان هو الرئيس، لو اصبح هو الرئيس هياخدوا ارض زياده هيقدر هو يجيبها من الحكومه. نعم. فعمر لطفي قال الاهلي اهم، مصلحه الاهلي فوق الجميع. هذا الرجل ضحى بتاريخ ان يكون هو اول رئيس للنادي الاهلي اللي هو صاحب فكرته، اللي هو اللي انشاه، اللي هو اللي اسسه، بس يفضل مصلحه الاهلي على مكاسبه هو الشخصيه. وفضلت المساله، وان عمر الاهلي ما كان خاضعا للدوله بمنطق انه اللي هو يعني الدوله بتمشيه. الاهلي عمره ما كان متمرد على الدوله، لكن عمره ما كان خاضع للدوله، ولا انه يجي وزير او ويقول للاهلي يمين يمين شمال شمال، يعني ما حصلش. احمد عبود باشا لما راح لفؤاد سراج الدين واشتكى له من مخاوفه انه الملك فاروق ضده وبيخطط له لاشياء يرجو الا تكون مؤسفه، فمصطفى النحاس تدخل في الامر فقال له يا احمد باشا ان اردت ان تقف في وجه السراي فلن يفيدك الا النادي الاهلي. جمله للتاريخ. رشح نفسك رئيس للنادي الاهلي، ساعتها لا الملك ولا حاشيه الملك هيقدروا يقفوا قدامك. فاستجاب احمد عبود باشا لهذه النصيحه واصبح رئيسا للنادي الاهلي.
وبقي رئيسا حتى فترة التأمين مع الرئيس جمال عبد الناصر. ولم يستطع الملك فاروق رغم عداوة شديدة بين الرجلين أن يقترب من أحمد عبود باشا لأنه أصبح رئيسا للنادي الأهلي. وحتى الرئيس جمال عبد الناصر لما رأى الأوضاع الأهلي بتنهار، والرئيس جمال عبد الناصر كان أهلاوي، فقرر أن يستعين بأحد أهم قواده والفريق عبد المحسن كامل مرتجي. وأصدر له أمر كان في العربية أن يتوجه بشكل مباشر للنادي الأهلي ليتسلم مهامه كرئيس للنادي الأهلي، ومش أي رئيس، عشان يعيد بناء النادي الأهلي مرة. فعايز أقول تاني، محمود طاهر ومجلسه لم يزعموا في أي يوم أنهم بناة النادي الأهلي. مش صحيح هذا الاتهام الكاذب جدا. كابتن حسن حمدي ومجلسه بكامل احترامي لهم ليسوا هما من بنوا النادي الأهلي، وليس هم من أسسوا، وليس هم من جاءوا بالفروع. كابتن صالح سليم رغم العلاقة الخاصة جدا واعتزازي جدا بعلاقتي وصداقتي بالكابتن صالح سليم، لكن ليس هو الباني الوحيد للنادي الأهلي. مش عايزين نصل إلى هذه النغمة. أرجع بيك لمسألة التقسيم. الأهلي جه الفريق مرتجي برؤية، قرر أنه الأهلي في الجزيرة لن يسع في المستقبل أعضاء، فخد أرض في مدينة نصر. وبعد الفريق مرتجي ما ابتعد عن النادي الأهلي، عن رئاسة النادي الأهلي سنة 80، وجي صالح سليم، فصالح سليم كمل إجراءات الأرض. كابتن صالح سليم قعد سنة لغاية 88، وبعدين قرر أنه يبتعد. جه كابتن عبد الصالح الوحش، حارب من أجل هذه الأرض. وجه صالح سليم وكان بدأت يتبنى السور واتبنى كل حاجة، وجه كابتن صالح سليم كمل وبنى، بنى حمام السباحة وبنى المبنى الاجتماعي وبنى عدة ملاعب. وجه بعديه كابتن حسن حمدي كمل، وجه المهندس محمود طاهر كمل. كان كابتن صالح خد الأرض في الشيخ زايد، وجه كابتن حسن حمدي استلم الأرض وبنى السور وبنى الأكاديمية الأهلي. بالمناسبة عشان بس ردا على الكلام الذي يقال، النادي الأهلي في الجزيرة لسه مفهوم في الشيخ زايد لسه مفهوش مبنى اجتماعي، عشان نبتدي نتخانق على مين اللي بنى المبنى الاجتماعي. دي كانت أكاديمية الأهلي وتحولت إلى مكاتب للمديرين. عايز أقول لحضرتك بقى الفتنة، إنه محمود طاهر المفتري بيقسم الأهلي وبيزرع الفتنة وبيقول إنه في أهلي هنعمل أهلي الجزيرة وأهلي مدينة نصر. هو اللي بيردد هذا الاتهام هو الذي يصنع الفتنة، وهقول لك ليه. مجلس الإدارة شايف إنه عضو الأهلي هو عضو الأهلي، سواء أنت قاعد في الجزيرة، قاعد في مدينة نصر، قاعد في الشيخ، قاعد في الشيخ زايد. نعم. اسمه عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. مفيش أي فرق غير في حاجة واحدة بس، إنه في مقرين للنادي الأهلي، الجزيرة ومدينة نصر، وفي فرع للنادي الأهلي هو الشيخ زايد. الشيخ زايد. فهي في ناس تقعد تتريق على ده وتقول طب ليه بقى نعملش الجمعية الخاصة على ثلاث أيام بدل يومين، يوم في جزيرة ويوم في مصر ويوم في الشيخ زايد، ولا الشيخ زايد دول ما لهمش حق، ولا مش عارف نوع من السخرية يعني. ده كان في برضه من الناس اللي بتقولك أصلا هم ما لهمش حق إن هم يصوتوا ولا يحضروا من الأساس. فأنا عايز أقول لك إنه الشيخ زايد لا يزال فرع. لسه مش مقر للنادي الأهلي، هو فرع للنادي الأهلي. إيه الفرق بين الفرع والمقر؟ والمقر. المقر هو الذي يمتلك أعضاؤه كل الحقوق المتاحة للعضوية العاملة في النادي الأهلي. ده المقر. يعني لو أنت حضرتك عضو في الجزيرة أو مدينة نصر، أولاً تقدر تخش الجزيرة، تقدر تخش مدينة نصر، وتقدر تخش الشيخ زايد، وتقدر ترشح نفسك في الانتخابات،
وتقدر وليك صوت وتقدر تحضر جميع العموميه. ده العضو العامل المكتمل العضويه. ليه الشيخ زايد لا يمتلك كل هذه الحقوق؟ لانهم سددوا رسوم اقل مما سددوا الاعضاء في الجزيره ومدينه نصر. ووفق القانون يظل متاحا لهم ان هم يستكملوا هذا الفارق المادي فينالوا بقيه الحقوق. اعضاء الشيخ زايد راحوا لجأوا للقضاء علشان يشاركوا في الجمعيات العموميه. هو قال لك ايه في القانون وفي لائحه النادي الاهلي، سواء لائحه الكابتن حسن حمدي او لائحه المهندس محمود طاهر، ان عضو الفرع له كل حقوق العضو العامل داخل فرعه. يعني عضو الاهلي في الشيخ زايد له كل الحقوق ولكن داخل الفرع. لكن داخل الفرع ما كانش في نص في لائحه الكابتن حسن حمدي على انه يشارك في الجمعيات العموميه او في الانتخابات. هم رفعوا قضيه ولجأوا للقضاء، القضاء حكم لهم ان هم يشاركوا، وانا شايف انه ده منطق عادل. هتسالني ليه؟ هقول لك انا عضو في الشيخ زايد مثلا، انا مش من حقي اخش الجزيره ولا حقي اخش مدينه نصر. انا ما دفعتش زي الباقيين، فانا بستمتع بكل مميزات العضويه في الشيخ زايد. لكن من حقي، سيبك بقى من القانون، انا مش راجل القانون. هو مجلس الاداره مش هو اللي بيدير الشيخ زايد؟ نعم. مش اللي هتختاره الصناديق هو اللي هيدير، هو اللي هيحدد اذا كنت هعمل بسين ولا لا، وهعمل ملاعب ولا لا، وهعمل مباني ولا لا، وهعمل بطولات ولا لا. طب يبقى انا من حقي اختار، اشارك في الاختيار، من حقي يبقى ليا صوت. ده اللي حصل. لما جه النادي الاهلي بيفكر يعمل الجمعيه العموميه في مكانين، في الجزيره ومدينه نصر، اولا اتحدى اي مخلوق يجي يقول لي ان مجلس اداره النادي الاهلي قال عضو الاهلي في الجزيره وعضو الاهلي في مدينه نصر. لم يحدث. يعني ما فيش تفتيت يا دكتور؟ هو عضو الاهلي واحد. ده انا بقول لك انا بسهل على الاعضاء. لو انت عضو الاهلي يا سيدي، عضو من 70 سنه في العضويه، يعني معناه انت كنت طول عمرك في الجزيره وساكن جنب مدينه نصر، اتفضل. طيب احنا عندنا تقرير مع الاستاذ اسامه سامي مدير مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، هنطلع نشوفه وهنرجع ونكمل حديثنا الجميل والشيق مع الدكتور ياسر ايوب. اولا بنرحب بقناه النادي الاهلي، فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وان شاء الله احنا جهزنا واستعدينا لعقد الجمعيه العموميه او اجتماع الخاص للتصويت على لائحه النادي الاهلي يوم الجمعه، بحيث ان هي وفرنا المكان المناسب بمساحه كويسه جدا عشان يستوعب اكبر عدد من الساده الاعضاء. جهزنا المكان من حيث التهويه والاضاءه وطريقه الدخول والخروج عشان خاطر يبقى في دخول تيسير في عمليه الدخول والخروج للنادي. وبرده توجيهات مجلس اداره ان احنا جهزنا مكان في المنطقه الخلفيه بقرب عند بوابه المقاولين عشان خاطر يبقى في ممكن نسمح ببعض العربيات تركن بصفه مؤقته اليوم دوت عشان الزحام اللي ممكن يبقى متوقع في النادي الاهلي ان شاء الله. هو احنا جهزنا المنطقه اللي هي ملاعب التنس القديمه، عملنا فيها مكان ستاند كبير، صوان كبير يسع حوالي مساحته حوالي 40 متر في 60 متر، يسع لكافه اللجان اللي هتبقى موجوده للامضاء والتوقيع على الكشوف العضويه، وبرده في نفس المكان هيتم فيه التصويت ان شاء الله. زي ما بقول لحضرتك احنا في منطقه ناحيه بوابه المقاولين على طريق النصر بنجهزها ان هي هنسمح بصفه مؤقته ان هي تخش العربيات تركن في المنطقه ديت، بحيث انها تستوعب عدد كبير من العربيات الساده الاعضاء. وطبعا هو المفروض ان التصويت لكل عضو مش هياخد اكتر من 10 دقائق ان شاء الله، ان هو يخش يسجل في اسمه وياخد البطاقه يحطها في الصندوق، فان شاء الله هتبقى العمليه فيها سهوله ويسر، والمكان ده هيستوعب عدد كبير من العربيات الساده الاعضاء، هيخف الضغط اللي هو موجود على حسن مامون او شارع الطاقه. طبعا ان الواحد يضع لائحه خاصه بالجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي هي اللي تقر لائحه خاصه بيهم، غير ان تتفرض علينا لائحه من اللجنه الاولمبيه، لان في نقط كتيره المجلس او اللجنه اللي مشكله
من قبل المجلس انها يعني تعدل اللائحه، عدلت نقط كثيره. ما يصحش انها تكون موجوده في عضو او في جمعيه النادي الاهلي، يعني ما ينفعش مثلا يكون رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره واحد اجنبي، ما ينفعش عضو مجلس اداره يكون حاصل على مؤهل متوسط. حاجات النصاب القانوني او العدد اللي هو تشكيل المجلس ترى ليه ان هو اللجنه ان العدد ينزل لتسع افراد بدل 12، عدد مناسب جدا اللي يقدر يناقش كل الموضوعات ويبقى ما فيش وقت طويل جدا بيتم في اي جلسه او اي لقاء بيتم. تخيل حضرتك ان كل موضوع عايز يتناقش عايز تسمع راي ال 12 فرد اللي موجودين في المجلس، طبعا المواضيع دي بتدي تطويل، فقصر عدد المجلس على تسعه انا شايف ان هو افضل كتير ان شاء الله. طبعا احنا بندعوهم كلهم ان دي لائحتهم، ودي دلوقتي احنا زي ما يكون في اختبار، واعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر اللي بيترددوا على الفرع في مدينه نصر طول عمرهم كانوا بيطالبوا ان يبقى عندهم مكان موجود في مدينه نصر ان هم يصوتوا فيه على اي جمعيات. المكان ده الموضوع ده جه لحد عندهم، فلازم هم يثبتوا ان مطلبهم اللي كانوا بيطلبوه يجي العدد اللي يخلي نقول ان كان فعلا العدد ده صعب جدا ان هو ينتقل يروح للجزيره. فهو ده دورهم ان هو المفروض بقى الحاجه الموضوع في ملعبهم زي ما بيقولوا، هو اللي واجب عليهم يثبتوا للناس ان هم ده مطلب كانوا بينادوا بيه من سنين طويله، المجلس الحالي وفره لهم وسمح ان هو يتعمل جمعيه تنعقد هنا في الفرع، يبقى الناس تيجي تحضر بكثافه عشان لو في المستقبل نقدر دايما نقول ان احنا عايزين مكان ننعقد فيه هنا بدل ما يبقى الضغط كله على الجزيره، خصوصا يعني ما يبقى جمعيه عموميه النادي الاهلي مثلا قوامها حوالي 140 ألف عضو، 140 ألف عضو ده زوج وزوجة يعني دخلنا في 280 ألف فرد، مش معقولة أبدا. يعني إحنا دايما بنعمل الجمعية العمومية عشان نقول الناس ما تجيش، يعني مش بنعمل الجمعية العمومية عشان خاطر نقول إيه إحنا عايزين 10,000 12,000. طب لو فرضا إن في أي حدث حصل وخلى الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية اللي هي تقترب من 280 ألف عضو عامل يحق للتصويت ان هم توجهوا للنادي، ايه الوضع اللي هيبقى موجود في فرع الجزيره لو العدد الكبير ده توجه مره واحده للجمعيه؟ احنا متعودين او بنتكلم ان الثقافه ان الناس ما بتحضرش الجمعيات العموميه الغير عاديه او الجمعيات العموميه العاديه اللي ما فيهاش انتخابات، بس لو فرض ان هو لازم القانون ما يتعمل او اللائحه ما تتعمل تعمل في حسابها ان ممكن في يوم من الايام يتردد عدد كبير جدا من الاعضاء، فايه المانع انا مش ان يبقى في لجنه في الجزيره ولجنه في مدينه نصر عشان خاطر تقدر تستوعب الاعداد اللي ممكن في اي مرحله تحضر. ولو فرض ان شاء الله نتيجه ان اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي واخدين الموضوع في شكل تحدي وحضروا بكثافه كبيره، طب هل فرع الجزيره هيستحمل الاعداد الكبيره ممكن تحضرها؟ طب ما انا بسهل اعضاء وانا ما بقولهمش هو كده كده في اشراف قضائي في ضمانات ان العمليه ماشيه بطريقه مظبوطه، يبقى ده اللي يهمني ان هو ده اللي يكون موجود، انما بقى هنحضر تتعمل في يوم تتعمل في يومين، وبعدين كل حاجه قبل التعديل. احنا زمان ما كانش في حاجه اسمها تصويت من الخارج، احنا دلوقتي في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات الرئاسه بقى في السفارات بره بيصوتوا، هنتنينا طول عمرنا نقول لا نعمل في مكان واحد ويجي يحضر عدد محدود؟ لا، انا شايف ان دي فرصه لاعضاء مدينه نصر ان هو جالهم جمعيه تنعقد عندهم في الفرع، لازم يثبتوا لكل الناس والاعضاء النادي الاهلي كلهم ان هم عدد كبير جدا كان بيحجم على حضور الجمعيات العموميه عشان خاطر ان الصعوبات اللي ممكن يلاقيها لو راح الجزيره ان شاء الله. احنا طبعا اصلا اسماء الاعضاء اللي يحق ليهم حضور الجمعيه العموميه كلها متعلقه طبقا للتوقيتات اللي المفروض اللي بتبقى موجوده في مدخل النادي. العضو هيجي هو عارف ان المفروض يبقى معاه كارنيه العضويه سواء 2016 او 2017، لو هو كل واحد فيهم رقم اللجنه موجود في يمين كارنيه العضويه بيخش على اللجنه بتاعته بيسجل قصاد اسمه هيستلم بطاقه التصويت يخش يحطها في الصندوق. بعض الاعضاء اللي عندهم لبس او في مشكله في اي حاجه هيبقى في لجان استعلامات موجوده في مدخل الخيمه، منهم ناس خاصه بمدينه نصر وناس خاصه بالجزيره وناس خاصه بالشيخ زايد. دكتور ياسر حضرتك كنت عايز تتكلم في حاجه سريعه عن التفتيش بس الكلام بتاع مدينه نصر والجزيره عشان عايزين ناخد برضه بين الاستاذ رجاء عطيه. عايز اقول لك انه معايا صوره من قرار وزاره الشباب والرياضه اللي موقعه الاستاذ محمد سويلم. نعم. وكيل الوزارة، وهقرا بس ثلاث سطور في قرار الوزارة. ايه؟ النادي بمدينة نصر لا يعتبر فرع من فروع الأهلي،
وليست له لائحة خاصة، بل هو والنادي الأهلي بالجزيرة واحد، حيث أن أعضاؤه لهم حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت في انتخابات النادي، وكذلك الترشح لمجلس الإدارة، وتحكم اللائحة الداخلية الخاصة بالنادي الأصلي والمعتمدة من الجهات المعنية. يعني عشان ما حدش بعد كده يجي يقول لا ده مدينة نصر فرع، لا مدينة الشباب والرياضة بنفسها بتتحدث عن مدينة نصر مقر رسمي للنادي الأهلي، بمعنى أنه النادي الأهلي يقدر يعقد اجتماعاته، مجلس الإدارة يقدر يعقد اجتماعاته في الجزيرة أو مدينة نصر، يقدر يعمل انتخاباته في الجزيرة أو مدينة نصر، يقدر يعمل جمعياته العمومية العادية أو غير العادية في الجزيرة ومدينة نصر. أنا محترم جدا كل الناس اللي نشأت وكبرت وترعرعت في النادي الأهلي على أنه الجزيرة، محترم جدا هذا الارتباط العاطفي. يعني أنت عارف إيه، أنه ساعات الإنسان يرتبط ببيته القديم، بمدرسته القديمة، ما يحبش. يعني إحنا كنا كلنا ساعات بنرفض تطوير استاد القاهرة، ده الاستاد اللي إحنا كنا كلنا بنشوف فيه منتخبنا بيوصل لكأس العالم كده. عايز أقول لك بقى كابتن صالح سليم، اتفضل سريعا بس حضرتك الموضوع عشان بيان الاستاذ رجاء. ده حوار انا عملته مع الكابتن صالح سليم سنه 1992 بعد اعاده انتخابه رئيسا للنادي الاهلي. فقال ايه؟ انا ارفض تماما حكايه اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر، وفي المستقبل اهلي مدينه 6 اكتوبر. الكلام ده من 25 سنه. 25 سنه. حين نبدا في بناء الارض التي اشتريناها هناك، ولن يكون هناك إلا نادي واحد اسمه النادي الأهلي، وكل من دفع رسم تأسيس وأصبح عضوا في أهل مدينة نصر أصبح من حقه أن يذهب أيضا إلى أهل الجزيرة، وعليه نفس الواجبات والالتزامات وله نفس الحقوق والامتيازات. الأهلي نادي يملكه ويحبه كل أعضائه. لا ما فيش تفتيت دكتور ياسر، بمنتهى الشفافية والوضوح. طيب الأستاذ رجاء عطية عمل بيان عن جمعية النادي الأهلي وبيذكر فيه، ارجو ان يكون واضحا، اننا لن نجتمع لانتخاب زيد او عبيد، وانما فقط لاقرار لائحتنا الخاصه وتوفيت فرصه تطبيق الارشاديه التي تضر بنادينا ضررا بالغا، لم يسمح لنا القانون سوى باقرار اللائحه ككل او رفضها ككل. اقرارنا لائحتنا لا يمنعنا مستقبلا من التعديل فيها. لم يعد هناك مجال الان لمناقشه هل تكون الجمعيه على يومين. قرر نادينا أن تكون على يومين وهو قرار لا يخالف القانون. علينا جميعا الذهاب يومي 25 و 26. أذكر نفسي وأذكر جميع هذه لحظة فارقة ولا مجال فيها للخلاف، وسوف نحمل المسؤولية أمام التاريخ لو أخفقنا. أتمنى من الله ومنكم أن نذهب جميعا ونقر لائحتنا. تعقيب حضرتك على هذا التصريح. حينما أصدر المستشار أو الأستاذ رجاء عطية، وهو رجل القانون والمحامي القدير والكبير قيمة وقامة، منذ أيام قليلة ببيان بيقول أنه هو يعلم بالعراقيل التي تضعها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في تاريخ النادي الأهلي، لكنه ينصح بتفادي هذه العراقيل وإقامة الجمعية العمومية في يوم واحد. دكتور ياسر يعني الوقت ما حضرتك. لا ده أنا هقول لك بس اتفضل. فطلع كل الناس أشادوا بحكمة رجاء عطية، اللي هو الناس اللي ضد المجلس، وبما فيهم صديقي الوزير، وأشادوا برجاء عطية وطلبوا الجميع بالاستجابة لما يطلبه رجاء عطية، وقالوا المجلس محمود طاهر يجب أن تصغي لصوت العقل اللي هو صوت رجاء عطية. طب الأستاذ رجاء عطية النهاردة بيقول أنه ممكن أنه من حق الأهلي قانون، وليس هناك ما يمنع قانون أن يقيم الأهلي جمعيته على يومين. فأرجو ألا يصبح رجاء عطية ليس بنفس الصفات التي قيلت منذ أيام قليلة، ويسحب عنه كل أوسمة الشرف والتقدير لمجرد أنه هو قال كلمة حق وكلمة شكر وكلمة اعتزاز بالنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي. دكتور ياسر الوقت بيداهمنا مع حضرتك، ودايما بنتمنى ان يكون عندنا وقت، ولكن انا هاخد من حضرتك وعد على الهواء ان حضرتك تكون ضيف معايا بشكل يعني مستمر ان شاء الله. قناه الاهلي دي بيتنا يعني وعلم الاهلي، وانك تقعد
تخاطب جمهور الاهلي وامامك علم الاهلي دي متعه في حد ذاتها. دكتور ياسر اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون معنا في الفتره القادمه، وان شاء الله التوفيق في الجمعيه العموميه يوم 25 و26 باذن الله ان شاء الله. ده كانت اخر حاجه في حوار النهارده مع حضراتكم. كان معانا ضيف تقيل دكتور ياسر ايوب رئيس المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي، واستوفد في كل القضايا الراهنه في الوقت الحالي. دايما استاد الاهلي هتلاقوا معانا كل ما يخص النادي الاهلي في كل المجالات، الكوره وفي الاداره وفي كل شيء. حتى ان القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.